احنا هنتكلم مع بعض على ايه؟ اشنو؟ يعني أهمية أهمية إنترنت في علاقته مع الفنون يعني زي الموسيقى؟ هذا السؤال شو نحن ليش على الإنترنت موصولين؟ نو يعني لو ما كانش إنترنت يمكن يعني تأخذ مشروع زي عمل شوية إشهار it will be wonderful ستكون أكثر رائع في أكثر من 10 بلدان يعني هو طريقة إنتاج جديدة. الإنترنت عمل تغيير كبير ضخم وهي أصبح إنتاج المعرفة متعدد الأشخاص، فبقى المتلقين متعددين والمنتجين متعددين، فالإنترنت غير بشكل راديكالي طريقة إنتاج ونشر المعرفة في العالم، وبالتالي هو الإنترنت والحفاظ عليها وأنها تفضل موجودة كوسيلة لتبادل المعرفة والتعلم وللنشر والرأي والتعبير هي بدون شك واحدة من أعظم إنتاجات البشرية في العصر الحديث، وبالتالي هي الأهم على الإطلاق فيما يتعلق بالمعرفة. احنا جايين من مجتمعات عندنا فقر ثقافي، اوكي عندنا فقر ثقافي، ما عندنا مكتبات، ما عندنا مؤسسات، حتى تمشي الجامعة ما تلقى فيها كتب، ما تلقى فيها السينما، يعني جينيراسيون ضايعة كانت، والجينيراسيون هذه يعني عندها أكثر فرص للبحث لأنك عندك مكتبة عالمية. المعرفة هي حق للجميع، من حق أي إنسان في هاي الكرة الأرضية إنه يوصل للمعلومة كيف ما كانت، وهي يعني لما يكون فيه يعني فرض رسوم للوصول إلى هذه المعرفة أو هاي الكتب أو هاي المصادر يعني يعتبر تقييد لحرية الوصول إلى المعرفة. أو أعرف عن حاجة، لو كل الحكومة مثلا والحكومات كلها بتحط كل المعلومات على الإنترنت، ده انت كده تقدر تدي الحق لاي حد في اي حته في العالم طول ما هو عنده حق الانترنت ان هو يخش ويعرف ويضيف ويشيل ويعمل كل الحاجات دي. حق في انترنت، احتلوه انترنت، صفر حر انترنت، بغينا والانترنت. ارميها ليه؟ كل حاجة انا عاملها اروح ارميها ليه على اساس الناس تشوفها؟ بس كمان في بالي كده ان الحاجة تبقى في النت. اكتشفت ان الكلام ده مش مظبوط، ان انا كده بضيع ممكن ذاكرتي، فحصل لي بقى بانيك ان انا ان احنا ذاكرة الانسانية اللي كانت بتتحاش ممكن في ازازة ترميها في المحيط وتتلاقى بعد 30-40 سنة ممكن مبقاش ممكن، يعني بقت في ايد حد عنده هارد ديسك ممكن يقفله زي الحنفية كده. من أسبوع كان في مؤتمر بتاع اتحاد البريد العالمي اللي هو منظمة تابعة للأمم المتحدة، وكان مطروح فيه نمط جديد لحوكمة الإنترنت، كان الغرض منه تحويل الإنترنت إلى شكل يشبه إدارة البريد اللي هي في الآخر تصبح مصلحة حكومية، الحكومات هي اللي بتحدد بروتوكولات التواصل فيها وكيفية التبادل والتخاطب بين الدول وبعضها. وطبعاً الدول العربية كانت من أكثر الدول اللي مقدمة مشروعات إنه يكون التحكم في تدفقات المعلومات خارج الحدود الدولية بمعرفة الحكومة، اللي هو أصلاً عكس نظرية الإنترنت كلها اللي هي ما بتعرفش حدود ولا بتعرف حكومات. لا، عشان مش بتاعي فعلاً، حاجتنا ملك حد تاني هو اللي يقدر يقفله ويفتحه. يعني انا ممكن كل حاجتي تديها على الناس، كل حاجتي في يوم نصحى نلاقي ان الحاجات دي ما نقدرش نوصل لها. في كمان خطر تاني اللي هو خطر المزاوجة بين الشركات اللي بتنتج المحتوى والشركات اللي بتشغل البنية الاساسية للانترنت، يعني اللي عاوزين يخصوا ثقافة الشعبية العالمية. شركات السينما مثلا او ديزني او شركات اللي تطبع اي حاجة او بتنتج معرفة او موسيقى او شركات توزيع الموسيقى والافلام عاوزة تخلي شركات الانترنت تمنع تداول اللي هم بيسموه نسخ غير المرخصة وغير القانونية. ده تحالف خطير جدا على حرية المعرفة وعلى تبادل الافكار. انا ضد فكرة انه يعني
مثلا انه شخص يقرر مكان شخص اخر كيفية استغلاله للانترنت بشكل ايجابي او بشكل سلبي. يعني هاي تدخل ضمن حرية الانسان، ضمن حرية هذا الشخص اللي عم يحاول يوصل للمعرفة سواء كانت ايجابية او سلبية. المهم يعني له حق المعرفة وله حق التمييز بين ما ينفعه وما يضره. زي ما انت كده ما بتحبي تخشي افلام، في الافلام الخليعة وفي الافلام الكويسة اللي بتاخدي فيها منها الثقافة والمعلومات الكويسة، حابة انت تروحي يعني حتة بتروحيها. زي مثلا واحد ما بيكون بيحب يروح الجناين، في اللي يروح الجناين وفي اللي يروح البحر، مش شرط كلها مكان بس تبع الرغبة. لابد ان يكون ضد الرقابة باعتبار انه الرقابة بمعنى أن تقوم الدول على أخلاق مواطنيها هي فكرة قديمة وفاسدة جدا، لأنه من يحدد ما هو الصحيح والخاطئ، الجيد والسيء، الجميل والقبيح؟ خلي كل إنسان يأخذ قراره ويأخذ رأيه ويتعلم، وبناء عليه يكون عنده حقوقه هو في قبول ورفض الأفكار، وليس حدا يكون له دور الباتريارك عليه يعلمه. فلازم تكون الانترنت بدون رقابة لتبقى هي الوحيدة اللي بدون رقابة. يعني الانترنت هو أحسن وسيلة ضد الرقابة. لما كانت عندنا سين بتاع الميتال واكستريم ميوزك يعني في المغرب مثلا، كان في 2003 حطوا 14 من أصدقائنا سموهم شيطانيين وهذا، وسطنك حطوهم في الحبس. ولو ما كان الانترنت كانت صعب جدا. عملنا بيتيسيون، عملنا بلوج، الببليك اوبينيون يعني كل الناس تعرفت على القضيه عبر انترنت. انت شفتي 28 راح قافلين النت؟ راح قافلين النت فجاه، ما بقاش في انترنت، فالناس اللي في الميدان مسجونين. احساس هم اليوم احساس طبعا يعني يختلف عن احساس انا في البيت. انا احساسي قلق وخوف وحاجات من النوع ده، يعني مش فاهم ليه في يعني ايه الانترنت اتقطع. ما كنتش اصلا متوقع ان ده ممكن يحصل يعني، بس تخيل ان ممكن الانترنت يفصل عند كل الناس في نفس الوقت. فتخيل بقى احساس الناس اللي في الشارع يعني بتتعرض لخطر باشتباكات حاجات من النوع ده، وما فيش صوتهم مش واصل. لاسباب تجاريه، لاسباب سياسيه رجعوه، مش عشان ده حقنا مثلا. لا هم رجعوا لحاجات ترجع لهم، لكن هم لو حصل انه يعني الحاجه بتاعتنا اللي على النت اللي هي تعتبر ذاكرتنا، ذاكره الثوره كلها في النت تقريبا، جزء كبير منها دي مش في ايدنا. يعني في مشكله، يعني في مشكله، لانه كمان بكل سهوله هيستخدم كذريعه من الحكومات الشموليه ان هي تسكت كل الاصوات الثانيه. لحتى الان الرقابه لا تزال مش خطر على الانترنت حقيقي. الرقابه في بعض الدول طبقت وفي هناك وسائل لتخطيها، لكن لابد ان يكون ضد الرقابه. عشان كده الجماعات الحقوقيه في كل الدنيا بما فيها يعني جماعات محليه في العالم العربي وافراد ومؤسسات لازم نشجعهم ان هم يمارسوا الحق في الحفاظ على الانترنت شبكه مفتوحه وحره ولا مركزيه. لو اتشال هنحترس. هتبقى مصيبه بالنسبه لاغلب الناس، لانه مش هيتشال من كل الناس، هيتشال من الناس ناس. فالفكره انه اذا كانت المعرفه حق فالانترنت هي كمان حق. زي ما التعليم اصبح حق، جه في يوم طه حسين قال التعليم كالماء والهواء، ما نقدرش نمنع التعليم عن حد، بالعكس ده حق. لازم الانترنت يتعمل له نوع من الترقيه للحق. يعني افتحه؟ ايوه. انت بتعرف يعني بتعرفه؟ ايوه، قبل كده رحت النت زي دوت بلعب بجنيه بنص جنيه كده، بلعب عليه العاب. وين لعبت عليه؟ عند النافوره. تلعب ما فيش ما دخلتش انترنت؟ لا عمري ما اعرفوش اصلا، بس انا اسمع عنه كتير بس انا معرفوش.